سيدي. تطورت كثيرا يا بني، وأنا سعيد بذلك. حقا يا سيدي. هل تعتقد أنني جاهز لمقارنة مهاراتي مع الآخرين في العلن؟ في العلن يا بني؟ أجل، سدد على تلك الشجرة هناك. لا يمكنني الإخفاق حتى مغمض العينين. سدد في الحال، هيا. أجل، هذا شيء جميل. فهمت. أرأيت يا سيدي؟ هذه المرة سأسدد أنا. حسناً. أصبتها بدقة يا سيدي. حقاً؟ أجل، لنذهب ونرى. حسناً. لا أرى سوى سهمي. ما الأمر؟ سيدي، لا أرى سوى سهمي داخل الشجرة. انظر خلف الشجرة. كيف يمكن لسهم أن يخترق شجرة كبيرة كهذه؟ إن كنت لا تستطيع اختراق شجرة، إذن فمهارتك ليست كافية أبداً يا بني. ولكن مهما حاولت وتطورت، لا أستطيع أن أكون بمثل قوتك يا سيدي. الأمر لا يتعلق بالقوة، عليك أن تتمرن أكثر فأكثر يا بني كي تصبح ماهراً وقوياً. لذا تابع تمارينك. تركتك بخير وعافية. كيف أصبح قويا هكذا؟ كيف؟ النجدة! النجدة! أرجوكم ساعدوني! النجدة! لا! يجب أن أرميها، وإلا أصبحت حياة الصبي في خطر. سوف أرمي الآن، يجب أن أنال منه. لماذا لا يتحرك الدب؟ إنها صخرة. اعتقدت أنه دب. صخرة؟ صخرة على شكل دب؟ أجل، إنها كذلك. لقد خفت من صخرة. ولكن انظر، لقد علق سهمك في الصخرة. إنه سهمك، أليس كذلك؟ اخترق سهمي الصخرة. اخترق سامي الصخرة. اخترق سامي الصخرة. أرجوك أنقذ قريتي. ماذا؟ ماذا تقول؟ أنا في طريقي لمقابلة المعلم في هذا الجبل. أريد أن أطلب منه قتل النمر الحجري. النمر الحجري؟ هناك نمر حجري في القرية، يستيقظ دائما عندما يكتمل القمر ويقوم بمهاجمة القرية. سيكتمل القمر هذه الليلة أيضا. لا أدري ماذا سنفعل الليلة، الأمر خطر جدا. ألم يحاول أحد قتل ذلك النمر؟ حاول الكثيرون لكنهم فشلوا. لقد اخترق سهمك الصخرة. يمكنك أن تنقذنا إذن، أنا واثق من ذلك. أرجوك ساعدنا، نحن بحاجة ماسة للمساعدة، يجب أن نتخلص منه. أرجوك، أنت قوي جدا، انظر ماذا فعلت الآن.
سأقتل النمر الحجري وأنقذ القرية. عندها سيعرف المعلم أنني. دعنا نذهب في الحال إلى القرية. هيا. ياي، هذا رائع رائع. سيسعد والدي وأهل القرية برؤيتك كثيرا. هذا رائع رائع. حقا. أسرعوا قبل غياب الشمس. كيف سأخذ الدجاجة؟ ما الذي تفعله يا سامر؟ الجميع يغادر. هيا الدجاجة. والد رائد. نعم. ألم يعد رائد بعد؟ خرج وهو يقول إنه سيحضر راميا سهاما قويا لقتل النمر الحجري. لن أتركه وحده عندما يقول. إن الصبي يحاول من دون أي فائدة. لا يوجد رام قادر على قتل النمر الحجري. لا يوجد. كدنا أن نصل إلى القرية. ها هي هناك. أرأيتها؟ لقد فهمت. سامر، جمال، ها أنا هنا. لقد والدك ينتظرك في المنزل. هيا اذهب إليه في الحال. ما الذي تفعله أيها الصبي؟ لقد أحضرت معي رامي سهام يستطيع قتل الحجر. ما الذي قاله للتو؟ أنا لا أعلم. هل تعلمت الكذب الآن؟ أين هو رامي السهام هذا؟ هيا أخبرني. أنا هنا يا سيدي. هذا هو. أرأيته الآن يا أبي؟ إنه مجرد شاب صغير. كيف يمكنه قتل نمر حجري؟ يستطيع قتل النمر الحجري؟ سهمه يستطيع اختراق صخرة. لقد رأيت هذا بأمي عيني. صدقني يا أبي. أحقا يستطيع قتل النمر الحجري؟ أجل، أنا متأكد من هذا. لقد رمى سهمه واخترق صخرة كبيرة جدا، صخرة عالية. رأيته بأمي عيني. صدقني يا أبي. رائع. هل تستطيع حقا قتل النمر الحجري أيها الشاب؟ بالطبع أستطيع، ثق بي يا سيدي. هيا يا بني، أخبر جميع سكان القرية أن لا يخافوا أو يغادروا القرية، فقد أصبحنا في أمان. سيارة النمر الحجري لقد وصل إلى قرية يجب أن ترمي النمر أثناء نومه. لا تقلقوا، نمر حجري نائم لا يشكل مشكلة بالنسبة إلي. هذا الأمر يريحنا كثيراً. لابد من أنه جائع جداً بعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة. هذا صحيح، لا يمكنه أن يقتل النمر بمعدة فارغة. تعال معي. لا تزعج نفسك يا سيدي، لا زال بإمكاني قتل النمر. من دواعي سروري. لا يمكننا تفويت طعامك، هذا كثير. كنا جميعا بصدد الهرب. هيا تفضل يا بني. تفضل هيا. تفضلوا أيها الرجال للأكل معي. تفضلوا. شكرا شكرا شكرا. إنه قليل. انظروا إليه، يبدو قويا. يبدو قويا. إنه يأكل. انظروا إلى السهام. الجو حار هنا، هل يمكنكم فتح الباب من فضلكم؟ حسنا، اهدأوا جميعا، يجب أن يتناول طعامه. انظروا إليه كم هو شجاع. يبدو واثقا من نفسه. هيا افسح الطريق. رامي السهام آتٍ، افسح الطريق. سأقوم بمفاجأتهم. وهناك. انظر سأصبح مشهورا بعد أن أقتل النمر. ألا تزيد من الخطر هكذا يا سيدي؟ يجب أن تثق بهذا الشاب. لا زالوا لا يثقون بي. لا تقلقوا. أين الجميع؟ ولكن أين ذهب الباقون؟
لقد ذهبوا إلى هناك. إنني أرتجف. يا ويلي يا ويلي منك، لقد جعلتني أرتجف أنا أيضا. مما أنتما خائفان؟ انظر، رامي السهام موجود معنا. لقد اختبأوا خلف الأشجار. أطلب منهم الخروج لمشاهدة مهاراتي. هيا بسرعة. هيا اخرجوا جميعا لتروا مهارات صديقي القتالية. اخرجوا هيا. لا تخافوا، إنه أمر سهل، ليس سوى نمر حجري نائم. يجب أن أستخدم كل قوتي. لكن انتظر. خذ هذا. ماذا يحدث؟ قلت لي إنه صياد نمور حجرية. لنهرب من هنا. لم يكن يجدر بي الاستماع إلى صبي صغير. لكن سهمك اخترق الصخرة في الجبل. لقد رأيت ذلك، رأيت ذلك. انتظر، لابد أنه سهم المعلم. لابد أن سهمه يملك قوى هائلة. كل ما نحتاج إليه هو ذلك السهم الخارق. السهم الخارق؟ ماذا؟ أجل، سأذهب لإحضار ذلك السهم الخارق بسرعة. هيا انتظرني هنا. قال إنه سيذهب لكي يحضر السهم الخارق ويقتل النمر الحجري. هل سيقتله؟ فلنعطه الحصان قبل أن يرانا الكبار. أجل. الحصان، يجب أن تأتي قبل ظهور القمر. عليك أن تسرع. هيا. أعلم ذلك، انتظروني. عد بأسرع وقت ممكن أرجوك. هيا. سوف نبقى بانتظارك، أرجوك لا تتأخر. يجب أن أعود قبل طلوع القمر. هيا. بني، أين أنت؟ لا يمكننا ترك الأولاد أبدا. الشمس بدأت بالغيب، لنبحث عن الأولاد في أي مكان. هيا يا رجال. لا يجب أن يسمعونا. أجل بالطبع. ماذا كنت تفعل؟ لو كان ذلك السهم الخارق معي يا معلمي. لا رأيت ماذا كنت سأفعل. السهم الخارق؟ أوشكت الشمس على المغيب. أرجوك يا معلمي، أعطني سهمك الخارق، أرجوك. أنا أرجوك أيها المعلم، سوف أتأخر. توقف، سهمي لا يختلف أبدا عن سهمك. قل لي، في ماذا كنت تفكر عندما سددت سهمك إلى النمر الحجري؟ هيا أخبرني، قل لي، هل كنت تفكر في الاستعراض أم إنك لم تهتم أبداً بإنقاذهم؟ أخبرني أيها الولد، كما فعلت عندما أنقذت الصبي. هيا أخبرني. سأذهب الآن لأقوم بالمهمة نيابة عنك. ها أنا منطلق الآن. دعني أذهب وأرجوك يا معلمي.
أرجوك دعني أذهب. ابتعد عن طريقي، أنت لست جيدا كفاية، ابتعد. هيا. كنت مخطئا يا سيدي، سأقوم بإنقاذ أهل القرية بواسطة سهمي هذا. هيا. لا تنسى آلام ومشاكل الناس. أنت يا رامي السهام الصغير، عندها فقط سيخترق سهمك الصخرة الكبيرة. عليك أن تتقدم بسرعة لكي تنقذ أهل القرية. إنهم جميعا بانتظارك الآن، لذلك عليك أن تأتي إليهم. لماذا لم يعد باب؟ القمر أوشك أن يكتمل. يا أولاد، أين أنتم؟ ما كان هذا؟ إذا فشلت في قتله فستسبب الويلات للقرية. فكر في أهالي القرية وعائلتك. حياة أهالي القرية تعتمد على هذا السهم الوحيد. يجب أن أقتله الآن. شكرا لك يا بني. لولاك لكان النمر قتلنا الآن. لقد رمى سهما خارقا هذه المرة. أنت رائع، رائع بالفعل يا أخي، أنت رائع. شكرا جزيلا لك، لقد أنقذتنا. لم يكن سهما خارقا أبدا يا صغيري. ماذا تقول؟ ليس سهما خارقا، ولكن كيف تمكنت؟ يعتمد على ما تفكر فيه أثناء الرماية. هل لنقوم برفع بطلنا ولنحتفل جميعا؟ نعم. لقد رمى سهامه لحماية الناس فأصبح راميا مشهورا، ومن بعدها أصبح قائدا لجيش كبير.